system, نتحدث differential diagnosis. Differential diagnosis of prolapse. صح كيف؟ الجزء اللي جاي اكتب لي عليه شفوي في منتهى الاهميه. شفوي في منتهى الاهميه. يعني لما ادخل على شيت برولابس هيقول لي ايه الديفرنشال دايجنوز اللي هي صفحه 49. الرسومات هرسمها. طبعا هتقول لي في الكتاب اسمك مين في اربع اسطر. لا ده مكتوب جوه الدايجنوز مكتوب في كذا حته عشان تجمعه لازم الرسومات دي. اول رسمه هرسمها اللي هي دي. دي بلادر جزء منها واقع كده في الفاجينا كنا سميناه اللي فاكر سيستو سيل اهو عباره عن بلادر واقعه مع الفاجينا. عايز افرقها بينها وبين دي. انتين فاجينا وول سيست. هقول لكم سؤال ام سي كيو جابه هنا لا يمكن تعرف حاله ازاي فهمته. عندنا سيست سي اهو ادي ماسه اهي وسيست اهي ادي ماسه ثانيه. ادخل يلا. انا دلوقتي لما اجي اتفرج على من تحت هلاقي بلش هنا وبلش هنا. عايز افرق بين الاثنين. طلع الانتيرو فاجينا اول سيست مثال اسمه جارتنر سيست. كفايه كلام كفايه كلام كفايه كلام. طيب افتحه. يا عايز عايز تكييف افتح. لا بقى خليه ساعة. انت عايز سخ؟ ممكن نخليه 22 انا بس 17. خلوني انا عايزين نفرق بين الاثنين. في حاجه اسمها جارتنر سيست اللي عايز يفهمها عشان السؤال ام سي كيو اللي جابه. انا هرسم رسمه كده عشان تفهم يعني ايه جارتنر سيست. كان عينه واقفه قدامي كده عين كده انتيرو فاجينا نقول كده ايه فوسيل. ربنا بيجيب الجارتنر سيست دي من حاجه اسمها جارتنر داكت. حاجه اسمها وولفيون داكت ريمنت من الولفيون بتاع الرجاله. واحدة يمين وواحدة شمال. ديت لما تبقى بريزستنت بتعمل جاردنر سيست. هي نورمال بتختفي. هل دي في الميد لاين ولا لاترال؟ هو جاب بقى سؤال في الام سي كيو. كل السوالينجز ديت ان ميد لاين اكسبت. كنت تختار مين؟ جاردنر سيست. قالوا لي اعرف المعلومة دي. صراحة مش هعرف ان دي بتيجي لاترال. انا شايفها من هنا كانها في النص. لا دي يمين قوي او شمال قوي. تاني يبقى ما يقول لك هي الجاردنر سيست دي جاية منين؟ هتقول لهم الجاردنر داكت. جاتر ضغط في واحده يمين وواحده شمال. سؤال في الاكس كيو هتاخدوه في الاسئله اللي هتاخدوها. هو جابه في امتحان يقول لك كل السوالنج اللي جايه في الميد لاين اكسبت. تختار مين؟ جارتنر سيست. يعني دي هتكتب جنبها انها موجوده في الانترو لاترال وول اوف ذا فاجينا. تبدأ عليه ام سي كيو بيحب اقول السؤال ده عشان مش هتعرف يحل. مش مكتوب. عايز افرق بين الاثنين بقى. حد يقول لي في الرسم. فرق بالرسم. مين فيهم اضغط عليها تدخل دي ولا دي؟ دي طب سيست ازاي؟ سيست لا يمكن تدخل. انا موجوده في المشاهده بقول دي سيست وسي ممكن ايه؟ اضغط عليها تدخل. يبقى دي كومبريسبل ودي ان كومبريسبل. طيب الفرق الثاني نقعد يلا. الفرق الثاني مين فيهم تحزق تنزل وتكبر؟ دي ولا دي؟ دي ثابته زي ما هي. دي اما تحزق تلاقي السيستو سيل كبر كده ونزل معاه. يعني هنا بيكبر في السايز ويديسنت اون ستريننج اما تحزق. دي لا. بس يبقى ما يقول لي الفرق بين الاثنين. هما فرقين. افرق بالرسم. يبقى مين فيهم الضغط عليها تدخل دي؟ مين فيهم اللي تكبر وقت الحزق دي؟ سؤال ليه بفرق بين الاثنين؟ يعني انت عشان تسال نفسك ليه بفرق بين الشكلين دول؟ تخيل ان دي اعتبرتها سيست هعمل ايه؟ عشان هفتح الفاجينا واشيل المثانه. طب اذا اعتبرت ديت سيست وسيل كنت هعمل ايه؟ افتح ازق الايه؟ البلادر اللي هي السيست واسيبها جوه العيان. عشان كده لازم افرق بين ايه؟ الاثنين. لقيت بلج هنا لقيت بلج هنا. ده اضغط عليه يدخل ده ما يدخلش.
ده اقول لها احذائي ليه بيكبر ده ايه؟ لا الرسمه اللي بعدها اللي بيرسم معايا في ناس عندها الحاجه مرسومه هفرق بين شكلين بين يوريتروسيل هتغير الرسمه دي كانها يوريتروسيل اهو ادي اليوريترا كينكد ونازله بالشكل ده كده ده اسمه يوريترو سيل وده حاجه في المسالك جيب كده في اليوريترا اسمه يوريترال دايفرتيكولوم اذا انت خدت بالك في بلج هنا كده وفي بلج هنا كده افتكر مين فيهم تزقها تدخل دي ولا دي على فكره الاثنين ها يبقى ما يسالك مين فيهم بتدخل لجين على فكره دي كومبريسبل ودي ايه بس مين فيهم اللي تنزل اللي جواها يعني انت عندك الكيس ده البيت ده في شويه بول يورين وساعات من انفكشن باس هنا ده فاضي لان هنا في سفنكتر وهنا برضو في سفنكتر دي ما تضغط عليها ما تنزلش حاجه دي تضغط عليها تنزل اللي جواها اللي هو مين يورين او باس يبقى الفرق بينهم هو ده بس هو فرق واحد يبقى دي كومبريسبل بس مش هينزل حاجه امال دي ايه كومبريسبل وهيحصل يورين او باس اكسبريشن فروم يوريترا اللي معاه الورق مكتوب يشطب لي على اليوريتروسكوب مش مكتوب كتاب الاسم يبقى انت الفرق بينهم هي الكلمه دي الاثنين يضغطوا مين اللي تطلع اللي جواها اللي هو يوريترال دايفرتيكولوم اللي هو الجيب اللي هي بالصحه زي ما انت واخد بالك رسمتين وتفرق بينهم رسمتين وتفرق بينهم نشوف كده الصفحه نعم حاجه كونجنتال ربنا خالقها ما اكتشفناهاش غير امتى؟ اما كبرت السؤال اللي بعده ايه الفرق بين الرسمه دي ايه ده هتعرف ايه ده ريكتوسيل اهو ريكتوسيل ريكتم ويا ودي بوستيريور فاجينا نقول ايه سيستم انا بصيت من هنا لقيت بلج بصيت من هنا لقيت بلج عايز افرق بين الاثنين اللي فين الصفحه اللي فاتت دي ودي ده ريكتوسيل وده بوستيريور فاجينال وول سيست احنا خدنا الانتيريور فاجينال وول سيست مثال حتى فاكره جاردنر وقلنا دي مش موجوده في النص موجوده ايه؟ ده امال هنا حاجه اسمها ديرمويد دي بتحصل بعد الولاده سيادتك ولدت عيانه وعملت ايه فيزيوتومي رحت قاطع الفرنيوم بتاعها بمقص جيت تخيط رحت مدخل الدرمس تحت فعمل كيس فيه ديرمس فسموه ايه؟ ديرمون. الكيس ده في نفس مكان الريكتوسيل، افرق بينهم ازاي؟ مين اضغط عليها تدخل؟ ما نفس الفكره. ده يبقى ده ايه؟ كومبريسبل ده ان كومبريسبل. هعمل بي ار حد يرد، ادخل في انهي واحده فيهم؟ هعمل بي ار ادخل في دي ولا ادخل في دي؟ دي طب شوف بي ار اهو بص. هتدخل في دي وممكن تلعب بصبعك وتشوف وانت بتتحرك امال دي حاسس بحاجه قدامك بس مش عارف ادخل فيها يبقى هنا البي ار فينجر انسايد ذا ماس امال هنا لا بس شوف كلمه وخلص هي الرسمه وانا ببص على الرسمه اعرف افهمها يبقى دي اضغط عليها تدخل ديت لا دي احط صباعي جواها دي ما اعرفش احط صباعي جواها نيجي الاهم ديفرنشال دايجنوز بقى الدكتور سعيد ثابت بيعشقه ها اسمه الفرق بين ريكتوسيل و انتيروسيل الرسمه اللي تحت ونركز فيها كده بين ريكتوسيل وانتيروسيل هو الانتيروسيل ده كان ايه اللي ما حضرش دوجلاس باوش جوه ايه؟ التست اهو تعالى نشوف الفرق انتيروسيل لازم اقوله له بنظام بي في الاول وبعدين بي ار وبعدين الاثنين مع بعض علامه النصر ايه علامه النصر؟ يعني بتقف على السرير وعملها طبعا حاجه ولا عيانه بتقبلها اقول لها يلا احزقي يا ماما ها واحط صباع في الفاجينا وصباع في الريكتم طبعا ده تيست غبي حتى اسم العالم معاه مال باس وده مكتوب في الدايجنوز بتاع الكولابس في التابلس اسمه ايه؟ مال باس تيست ام اي ال بي يو اس يمسك اول واحد حد يعرف الريكتوسيل بيجي في انهي ثيرد من الفاجينا اللي مذاكر؟ ميدل يعني البي في هنا هلاقي اللي وقع انهي ثيرد؟ ميدل وان ثيرد امال ده
upper 130 يبقى ده اول فرق upper 130 يعني احط ايدي الاقي الميدل وقع يبقى مين؟ ركبته الابر يبقى انتيرو. مين فيهم اللي احس الانتستين اتحرك على ايديا زغزغني كده؟ في حركه كده للامعاء وانت قاعد بتسمعها الصوت ده كانك هتاكل اللي جنبك صح؟ الصوت ده الانتستين بتتحرك تفتكر هتتحرك هنا على ايدي ولا هنا؟ لا هنا السمول انتستين. السمول انتستين هي اللي فيها الحركه يعني جرجلينج سنسيشن فين؟ جرجلينج سنسيشن هنا نيجاتيف هنا ايه؟ بوزيتيف يعني هي موجوده هنا بس في الانتيرو سي حاجه في الجراحه اللي خدها اكسبانسايل امبلس اون كاف يعني مين من دول تكح الماس تنزل وتروح خاطه في ايدي ده ولا ده يعني حط صباعك كده كح يا ماما كحي مين فيهم تنزل تروح خاطه في ايدي على فكره ده هقول لك ليه احنا عندنا ده بيبقى كونتينوس مع البريتونيال كافيتي يعني عايز اذا كحت هيحصل في الماس دي تكبر وتروح خاطه في ايدك دي بلاش علاقه دي بره البريتون يبقى مين فيهم فيها اكسبانسايل امبلس اون كاف دي اكسبانسايل امبلس اون كاف هنا نيجاتيف هنا ايه بوزيتيف سؤال خدناه الحصه اللي فاتت اللي حضر بي ار كان بيفرق بين الاثنين مين هدخل في الماس جواها ده ولا ده ده هلاقيه بعيد عني مش عارف ادخل صوابعي يبقى بي ار هنا فينجر انتو ذا ماس هنا ايه؟ لا شوف بقى التست الاهبل ده اللي انا بتقف على السرير واعمل كده احذري يا ماما مين فيهم هينزل يفتح صوابعي عن بعض؟ يعني انا احط صباعين فين؟ واحد في الفاجينا والتاني في ال احذري يا ماما كده ايه صوابعي بعد عن بعض هنا ولا هنا؟ هتعرف هيبعدوا عن بعض هنا ولا هنا؟ ما فاكر انتوا سير ولا حاجه هو الانتيرو لان هو كونتينوس مع الانترا ابدونال كاف انا احط صابعي كده هلاقي دي تنزل تروح عامله ايه من صابعي سيباريشن اذا مين اللي هتسيباريت دي ولا دي؟ دي دي مالهاش علاقه احزاني لغايه بكره ده زي ما هو يبقى ما تنساش هنا نو سيباريشن بتوين فينجرز وهنا ايه؟ سيباريشن بتوين فينجرز دكتور سعيد ثابت وكتابها ده شافه في منتهى الاهميه ازاي تفرق بين الاثنين دي ميدل وان ثيرد دي upper one third gurgling sensation في مين؟ في دي expansal impulse on cuff دي اما اجي احس اعمل بي ار ادخل في انهي واحده؟ دي في الاخر احط صوابع الاثنين واقول لها احذري يا ماما هلاقي صوابع يبعدوا عن بعض في مين؟ في الانتيرو سي اشطب لي سبيك ولما اللي تحت دي مش عليك نقلب الصفحه الحته اللي جايه دي هشرحها مرتين في ناس بتفهم من اول مره في ناس من الثانيه اللي ما بيفهمش بعض الحصه الواحده ايه ده؟ ده عنق رحم طويل بس انهي الجزء اللي طويل؟ في الرسمه دي ما اي عنق رحم بيتقسم كام جزء؟ اثنين سوبرا فاجينال وبورشو هنا انهي واحد الطويل؟ بورشو ده البورشو الاطول ده كونجنيتال يعني ربنا لما يخلق واحده عندها عنق رحم طويل بيبقى انهي جزء الاطول؟ البورشو امال في البرولابس كان انهي جزء اللي بيطول؟ سوبرا قلنا في البرولابس الجزء اللي بيطول هو اللي فوق يبقى ده اكوايرد انا عايز افرق بقى بين الاثنين اشرحها مره هنا مره هنا اللي مش فاهمها بعد الحصه الواحده انا عايز افرق ليه عشان لما اجي اعمل امبيوتيشن يعني امبيوتيشن ابطر العنق الرحم ده عشان اقصره لازم اعرف انهي جزء الاطول يا اما هشيل الجزء البورشر يا اما هشيل مين السوبرا تعال نفرق هدخل بالاله دي الاله دي اسمها يوتراين ساوند ركزوا بقى معايا انا لما ادخل في اي عينه من بره انا بركب منظار واتفرج على عنق الرحم بتاعها بنور واروح مدخل الاله دي عليها ارقام دي بتدخل العينه صح ليه؟ لانها قطرها 3 ل 4 مللي انا مش محتاجه سيرفايكال دايليتيشن العينه بتنام كده اروح مدخل دي من الاكسترنال اوس اول ما اوصل للانترنال بحس بريزيستنس اروح واقف انا وانس وقفت قست طول مين ده؟ ساب ابص كده اشوف الرقم طب اذا انا كملت بعد الانترنال اوس بخبط في مين ده؟ اليوترس فقيس كمان طول مين؟ اليوترس. انا هنا النهارده هعمل ايه؟ هقف عند الانترنال اوس يبقى انا بقيس مين؟ سالب. تعالوا معايا على الرسمه دخلت انا مش شايف اول ما حسيت انترنال اوس ريزيستنس وقف يبقى انا قست طول مين ده كله؟ سالب وبصيت بالنور كده ما في منظار بصيت لقيت الرقم هنا 10 يبقى طول السيرفس كام؟ 10 يبقى انا هكتب اهو توتال سيرفايكال لينس كام؟ 10 تعرف طول النورمال كام؟ 2.5 ده طويل قوي
يعني هو طول العادي 2.5. دخلت بعد كده عايز اقيس واحد ونقص يطلع لي الثاني. الاسهل لي اقيس ده ولا ده؟ ده طب هدخل في الفاجينا الايه هنا؟ فورنكس او اخبط هنا وابص على الرقم كده قست طول مين؟ البوش طلع 7. يبقى البوش وفاجينالس طلع 7. يبقى السوبرا كام؟ ممتازين صعبه جدا. يبقى 10 ناقص 7 يساوي، انا هلاقي السوبرا كام؟ 3. اللي ما فهمش دي تعالى دي. دخلت في العين وصلت اشرحه في الامتحان بتعملها ازاي؟ تدخل جوه عنق الرحم لغايه اما تخبط في الانتان. بص يبقى انا قست طول مين؟ سالكس. طلع 10. يبقى ده ايه؟ توتال. بعد كده دخلت في الفورنكس هنا وبص لقيته 3 سم. يبقى البورشو كام؟ 3. يبقى السوبرا 7. ممتازين 7 سم. يبقى مين الاطول؟ يبقى انت في الامتحان هتقول له بقيسه بايه؟ يوتراين ساوند، اللي هو الاله دي اللي عليها ارقام. خلاص ده اسمه عامل زي الاريال اللي عليها ارقام، يوتراين ساوند. هتقول له ازاي في الامتحان؟ هتقول له هقيس طول مين؟ توتال سالكس، انقص منه البورش يطلع لي سوبرا. سؤال ليكوا بقى في الامتحان، وسؤال حلو بتاع الدكتور محمود طلع، اللي هو رئيس مصر الدولي، اللي هو بتاع مستشفى مصر الدولي. يسال يقول لك ايه بقى؟ العاده دي الكومن سكورز بتاعها ايه؟ مالتي بارا ولدت كتير، يبقى غالبا الانترنال الوسط بتاعها واسع على ده. طب ازاي هحسب طول سالكس بتاع العين؟ حقيقي انت ما هتدخل تلاقي السالكس مش ضيق، يعني مش هعرف الانترنال ايه. طب انا هعرفه ازاي؟ ده سؤال حلو قوي. يعني انا دخلت بالساوند والعين دي مالتي، يعني الانترنال الوسط واسع، يعني اذا دخلت مش هعرف فين الانترنال الوسط، اعرفها ازاي؟ هتعرف يا الف؟ هدخل فورنس. طب وبعدين دخلت بالفورنس قيس ده، انا عايز اقيس لغايه الانترنال الوسط. ايه ده؟ ايه؟ الف حاجه على السن بتاعه. الف حاجه على السن بتاعه تخن. طب وليه ما اجيب حاجه اتخن؟ الف لف ليه؟ انت بتحب اللف؟ هعمل ايه؟ هجيب حاجه اتخن. ايه؟ حاجه اسمها دايليتور، موسعات. ها؟ الموسعات ديت في ارقام 5 و6 و7. انا دخلت ده 4 مللي ولقيته ما حسيتش الانترنال الوسط، اعمل ايه؟ اجيب 5 مللي واحاول ادخله برده مش حاسس، اجيب 6 مللي لغايه اما احس ايه؟ اطلع واقيسه على مين؟ على الساوند. يبقى السؤال اذا لقيت العيان الانترنال الوسط واسع تستخدم ايه؟ روت دايليتور. هل الاجابه دي مكتوبه في الكتب؟ لا. طب ودي شفوي، واوعى تقول له دايليتور على طول، هقول لك درس. اقول لك ده مش هينفع. انا هقول لك بقى اللي هينفع هو الدايليتور، اصل العيال دي ولدت كتير فالانترنال الوسط بتاعها ايه؟ واسع. هقول لك درس. الصح تقول له ايه؟ ساوند وتخلص. هقول لك يا ابني طب معظم الستات الانترنال الوسط بتاعها ايه؟ واسع. تعمل ايه؟ حاول تفكر. اعمل ايه؟ اجيب حاجه اتخن، مش هلف بقى، هجيب حاجه اتخن. دايليتور يقول لك جابها. ليه لما تروح مديها له على طول كده؟ انا هستخدم الساوند ومش هينفع، فهستخدم مين؟ دايليتور. نيجي لاخر ديفرنشال دايجنوز. ثلاث رسومات كده عايزين نفرق بينهم. ده يوتراين برولابس اهو. ده يوتراين برولابس. ادي اليوترس خارج من العيان. ده ايه ده؟ بتوع النساء يعرفوه. ده هو خارج بس مقلوب. يعني ايه؟ الرحم عامل كده، يقلب 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 ويخرج، اسمه ايه؟ inversion of the uterus. يعني ده نازل معدول، ده نازل مقلوب. يبقى ده uterine prolapse وده inversion of ايه؟ uterus. ما اخر رسمة اللي مرسومة عندك دي؟ لا endometrial ده جاي من جوه. يبقى دي ايه؟ polyp. ايا كان جاي منين. هقول لك ازاي تفرق بين دول ودي. سيبك من الورق، ركز معايا. دي ماس خارجه ودي ماس خارجه ودي ماس خارجه، على فكره شكلهم مختلف بس بقول لك فرق. يعني فرق بين دي ودول. اذا جبت حد من الشارع في فرق بين دي ودول. ايوه دي مفتوحه يعني فيها ايه؟ قص. دي ما فيهاش قص. يبقى هنا هكتب هلاقي اكسترنال ايه؟ قص. وهنا نو اكسترنال قص. اللي هجيب اللي جايه دي يبقى فاهم ازاي فرق بين دول. بدا ايه ده؟ لا ما فيش، مش جاي دي خالص. على فكره انا هدخل بالساوند. بصوا اما ادخل هنا من عنق الرحم مش هلاقي الكافيتي. ليه؟
لانهم قالوا ها طب اذا دخلت هنا هلاقي كافيتي كامل ولا لا؟ يبقى اذا لقيت نو كافيتي يبقى انفيرجن، اذا لقيت نورمال كافيتي يبقى، ودي هتاخدوها في الالات يبقى ما تنساش هنا ان هنا هعمل ساوند، هلاقي هنا نو يوتراين كافيتي وهنا هلاقي ايه؟ نورمال يوتراين كافيتي. في سؤال مهم قوي في الامتحان، ازاي تفرق بين الشكلين؟ هتقول له هدخل هنا مش هلاقي كافيتي خالص لانه قالوا هنا هدخل الاقي الكافيتي كامل، يبقى العينه دي غالبا ايه؟ كوليب. هنا خلصنا الديفرنشال ديجنوز، قلنا شفوي في منتهى الاهميه، وسؤال ام سي كيو هعيده تاني. جاردنر سيست هل في الميد لاين؟ لا احنا قلنا ايه؟ باتر. ودي سؤال من الاسئله اللي بيحبها، موجوده لاتر عشان جايه من جاردنر ايه؟ دكت. نيجي بقى دي اخر عنوان تريتمنت. صراحه كتاب الاسم عمل حاجه غريبه قوي. شطب يعني ما كتبش لا بري اوبرتيف ولا بوست اوبرتيف ولا شكله نسي او عمل كت وما نسي يعمل بيس. يعني انت هتشوف هنشطب بالهبل في الجزء اللي جاي ده، احنا ماشيين على كتاب الاسم. تعالى بقى معايا اهو تريتمنت اوف برولابس. التريتمنت بتاع البرولابس اول حاجه بريفنشن، امنع. بعد كده اشطب لي بيسر اللي بيكتب معايا ويكتب كونزرفاتيف. امال اخر حاجه عمليه اسمها ايه؟ سيرج. اللي فاكر البريفنشن يقولوا معايا، الناس اللي بتذاكر يعني اللي بتقرا يعني، احنا كنا خدنا بري ديسبوزنج فاكتورز، هتعكسها يطلع لك بريفنشن. انا هقوله اللي فاكر يقول في الفيرست ستيج نو ستريننج، في السكند ستيج نو فورسبس ابلكيشن بيفور فول سيرفايكال ريدي، الثالث ستيج بلاش فندل براشر. يا ريت اما تروحي ما تعمليش ايرلي امبيوليشن شغل البيت، ويا ريت اما تيجي تعملي اكسرسايز اسمها بيلفيك اكسرسايز، سيادتك هتعكس البري ديسبوزنج فاكتور اللي احنا خدناه. كونزرفتيف بقى، فانهي نوع من البرولابس اعمل كونزرفتيف؟ المايلد. يعني واحده ما بتشتكيش قوي من البرولابس ممكن اعمل كونزرفتيف، اللي هم ايه بقى؟ حاجه اسمها كيجل اكسرسايز قلناه. هو ايه الكيجل ده؟ جيبي مخده بين رجليكي واقفلي عليه عشان تقوي الايه؟ الليفيتو. الكلام ده ممكن يجيب نتيجه في انهي نوع؟ في المايل. او اركب بيسري. هو يعني ايه بيسري؟ اي حاجه بتدخل في الفاجينا اسمها بيسري. ليه؟ هقولها لكم. دي بيسري، شايفين دول؟ لقوها كتاب الاسم، هو ليهم حق بصراحه. لما تبقى عندك فيري 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 اولد يعني هتموت. اذا قلت لها هعمل عمليه هتقول لك ايه؟ تروح ميت. يعني هعمل، انا ما عملتش. عيانه زي ديت بجيب لها ال دي منين؟ من الصيدليه. زي ما انتم شايفينها كده رينج بيسر عامل زي الحلقه. الحلقه ديت بروح حاططها جوه الفاجينا، مش حاجات مدلدله؟ اروح رافعها 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 وافردها فوق عضله اسمها ليفيتور اي 9. طبعا الليفيتور اخبارها ايه في الست دي؟ ويك. تروح واخدها وايه؟ ودن. طبعا دي ما بتستخدمش ودي خلاص اتلغت بصراحه. دكتور سعيد ثابت بيكره الاسم. كان ماسك رئيس قسم بني سويف على فكره. وجاب لهم سؤال تحريري تريتمنت اوف برولابس، وقال لهم في المحاضره اللي هيكتب بيسري حشره مع السويد. طبعا اللي ما حضرش المحاضره بيكتب عادي كلام، كتب بيسري راح شاطر على السويد ما بيهزرش. فبعد اذنك في الامتحان يا ريت تكتب ايه؟ بيسري مي بي يوز. والحمد لله كتاب الاسم الجديد شطب البيسري خالص، مش كاتب فيها غير كلمتين هنقولهم. يعني الحمد لله كل الناس هتبقى مرضيه، انت مش مهتم بالبيسري، انت مهتم بمين؟ بالسيرج. يبقى يعني عندنا البيسر تريتمنت امتى يستخدم بقى؟ نكتبه هنا سهمين كده، ودي مش مكتوبه عندكم، اكتبوها لي حتى اللي مكتوب عنده الورق. تو انديكيشن البيسر كتاب الاسم الجديد. تمبوراري ده امتى؟ انتل سيرجيكال تريتمنت. يعني ممكن احطها مؤقت لغايه ما اعمل عمليه. ليه؟ ايه فائدتها؟ يعني عايز افهم. انا بركب ديت فبتعدل الكونجيشن، مش كانت حاجه كينك كده؟ تروح عادلة الفاجينا، اما تعدلها القرح يحصل فيها تختفي. يبقى تختفي القرح على بال ما اعمل عمليه، يبقى تمبرري انتل سيرجيكال تريتمنت. الحاجه الثانيه بيرمننت اذا كانت العينه سيرجيكال ايه؟ انفيت. يعني ايه سيرجيكال انفيت؟ دكتور التخدير يقول لك مش حنين خلاص. طب ما خلاص اروح مركبها لك خدها معاك. يعني سيرجيكال انفيت او تمبرري انتل سيرجيكال تريتمنت. سيرجيكال بقى ده ايه بقى؟ الموست كيوراتيف، جملة في كتاب الاسم كده. ابروتش في المودل او سيفير بروليبس. جملة تحطها كده في الامتحان
مين هو الموست كيوراتيف ابروتش؟ احب اقول الجمل دي. هو السيرج ده هو ده الوحيد اللي هيعالج العينه في انهي نوع، مودريت او سيفير. امال المايلد قلنا بنعمل ايه؟ كونزرف. صفحه كامله بيسالي كلها تتشطب، صفحه كامله لغايه اخرها بيسالي كامله تتشطب. بس في ناس معاهم رسمه في النص كده اللي هي بتاعت بيسالي، كان الدكتور خالد رشيد قال لنا عليها قبل كده، جايب صورتها في كتاب الاسم بس مش ذاكر عليها ولا كلمه. اللي ما كنتش راسمها ارسمها لي معايا الصفحه اللي بعديها فوق، هتلاقي واحده مرسومه في النص. اللي بيرسم معايا هيرسمها هنا. بيسالي واحده عليه عامله كده وليها دايره كده، والدايره دي فيها خروم واخرها فتله. بيسالي دي موجوده في كتاب الاسم، اكتب عليها سلايد وهقولك دي بيعملوها ازاي. صراحه دي احلى بيسالي بس موجوده بره مش في مصر. دي سيليكونايز مش مطاط، ها؟ بتتساب سنتين والعينه فيري اولد، يعني اكيد ايه؟ مش هتشوفها تاني، يعني انت بتركبها وخلاص، والعينه بتاخدها معاك، يعني قصدي اقول بيسري في منتهى الجمال. بتتعمل ازاي؟ تمسك الايد دي كده وتروح رافعها الناحيه الثانيه، تحط دي جوه الفاجينا بتاعت العيانه، تركب على عظمه اسمها سيمسز بيبس، يعني مش محتاج الليفيتو. مشكلتها هنا ان في فتله، دي ايه؟ عشان ايه؟ عشان تشيلها، والخروم دي ليه؟ عشان اي افرازات عليك اسمها بس. يعني اذا جات لك الصوره دي في الامتحان موجوده في كتاب الاسم اسمها جل هور بيسري. تاني دي بتتمسك كده وتروح محطوطه جوه الفاجينا بتاعت العينه وترفع الحاجات اللي واقعه، بتتركب على السيمسس بيوش مش عارف ايه، يعني بتركب عليه وتسيبيها سنه سنتين. عشان تشيليها لازم تشيليها منين؟ بالفتله دي، عشان كده عاملينها فتله، والخروم دي عشان اي افرازات ايه تخرج منها. عليك اسمها بس، اسمها ايه؟ جيلهور. دي حقيقه تستخدم لمده سنتين، وبقول للعيانه شوفي بعد سنتين ما بيجيش، تفتكر ليه؟ طالما يبقى خدتها ومش، يبقى ما تنساش الجيلهور دي احلى نوع من البيسك حقيقه، 60 جنيه استرليني بس مش موجوده في مصر. اسمها جيلهور، دي الوحيده اللي عليك. نيجي بقى على عمليات البرولابس اسمائها. وعلى فكره هشعر لحد دلوقتي بعد ما اكتبها يقراهم لي كمين ببقه كده بصوت عالي. انا عايز بقى تقراها لي بصوت عالي. الصفحه اللي بعديها الصفحه دي كلها كامله. الصفحه اللي بعديها القوانين قبل ما اقول عمليات البرولابس. يعني ايه فاجينا باللاتيني؟ كولبس. وكمان اشوفوا الصفحه اللي بعد دي، يعني هي صفحه كام؟ 54 شطر. لا عمل بوست اوفر ولا بري اوفر ده ولا عمل اي حاجه، هو عمل عمليات بس. يبقى احنا عندنا اللي علينا عمليات فقط. تعالى بقى نشوف الاسماء دي، نركز عشان على حد يقراهم لي بصوت عالي مش عايزه يقرا. فاجينا باللاتيني اسمها كولباس، انا عايز انط كده. اما اجي اقول لك رافي، يعني ايه كلمه رافي؟ اي واحد عنده قميص بيتقطع او حاجه او بنطلون ممكن يوديه الرافه. ايه الرافه؟ يرجع لك القميص كما كان. هنا برضه فاجينا مدلدله، انا هقطع الزياده وارجعها كما كان، فيسموها رافي. يبقى تاني رافي ده اسمه را في. اما تيجي ترفي الفاجينا سميها ايه؟ كل قرى في. شايف النقط؟ انا مش عايز بقى حد يقول رور رور، لا انت هتقرا بصوت عالي. يبقى هتقول ايه؟ كل قرى في. طيب اذا لفيت قدام يبقى ايه؟ انتيريور كل قرى في. طب رفيت ورا ما ينفعش كل قرى في، امال ايه؟ فاكر الرسمه دي؟ اما قلنا العينه دي هتنايم في وضع اسمه لايسات، وكنا قلنا البرنيوم هنا فين؟ اهو اللي هو طوله كام؟ 4 سم. من كتر الولادات حصل فيه قطع، فبقى قصير. انا عايز اطوله، يعني اذا انت اشتغلت ورا لازم تطوله. بدل ما اقول كل بورفي هزود كلبو بيرينيورفي، يبقى عشان وانا شغال ورا هزود مين؟ البرنين. تاني القوانين، اما اصلح قدام اسمها انتيريور كل بورفي، اما اصلح ورا بوستيريور كلبو بيرينيورفي. مش عايز اقول الورفي، طب بس صلحت الاثنين anterior colporaphy posterior colporaphy. هنشوف مين اللي هينطق. اهو نكتب بقى العمليات. vaginal prolapse هبتدي بيه. vaginal prolapse cystocele قدام ولا ورا؟ cystocele قدام، يبقى اعمل anterior colporaphy. مش هو امتير ايه؟ كل ورا. طيب ريكتو سيل ورا ولا قدام؟ ريكتو ورا، يبقى اعمل ايه؟ بوستيريور كولبو فيرينيورال.
يبقى اسمها posterior colpopineal. طيب سيستو ريكتوسيل ما تقولوه ال ان سيستو ريكتوسيل هتقول ايه؟ ايه بلس ايه؟ anterior colporaphy posterior colpopineography اسمها كلاسيكا ريبير. هتقول طب ما قلتي احلى. هيقول لك اشرح لي يعني ايه كلاسيكا ريبير. هتقول له ايه؟ anterior colporaphy posterior colpopineography. طيب نيجي ليه فولت بلايكس. فاكرين الفولت ده كان بيحصل امتى؟ بعد ما تعمل استريكتومي بس انت نسيت تمسك الليجمنت مع الفولت. دلوقتي عندك الفولت ده هعمله بطريقتين، لا من تحت لا من فوق، يعني هثبته لا من تحت في الحوض لا من فوق. ركزوا معايا، ده العظم من تحت كده، دي عظمه اسمها ايسكاري. صح، في ليجمنت بيجي من السكرم الايسكاري سباين اسمه ساكرو سباينس. اسمه ايه؟ اهو واحد يمين واحد شمال، ده صوابع اسمه ساكرو. انا من تحت اروح ماسك الفولت كده واروح مثبته في الليجمنت، ده اسمه ايه؟ ساكرو سباينس ليجمنت. اذا كنت هشتغل من تحت ثبته في الليجمنت اسمه ايه؟ ساكرو سباينس ليجمنت. اهو دي سهله الحمد لله ملهاش اسم. يبقى تحت فاجينال فيكسيشن فين؟ تو ساكرو سباينس ليجمنت. امال من فوق ابدومينال في مكان تاني هثبته؟ اهو ده السكرم. السكرم ده عليه تو ليجمنتس اسمهم لونجيتيودينال ليجمنت اللي هو بتاع الفرتبرا ليجمنت. هاجي بالابره اثبت الفولت في البري اوستيوم بتاع السكرم. انت ما بتدخلش في العظم، انت بتدخل فين؟ في الليجمنت. فيسموها ايه بقى؟ كولبو يعني ايه؟ فاجينا سكرو بيكسي تثبيت. اسمها ايه؟ كولبو سكرو بيكسي او سكرو كولبو بيكسي. الاثنين صح. يبقى اسمها ايه؟ اهي الرسم، ادي الفولت وادي السكرم هثبتها كده. اسمها ايه؟ كولبو سكرو بيكسي. اخر واحده في الفاجاين انتيروسيل، ده دوجلاس باوش جواه ايه؟ انتس. اللي عليكم فاجاين الابدومنال مش طبعا مش مكتوب في كتاب الاسم الجديد، معايا الدكتور جمال كان بيعشقها خلاص انا مذاكر من كتاب الاسم. يبقى دي تتشطب بالكامل هي الابدومنال. تعليك فاجينال بس، فاجينال اسمها فاجينال ريبير، دي هنشوفها دلوقتي في العمليه. ايه من دول عليا تحليل؟ اعملي علامه على الانتيريور كولبوراثي هنشوفها دلوقتي، بوستيريور كولبوبرينيوراثي وفاجينال ريبير اوف انتيروسي. دي التلات عمليات بتوع الفاجينال اللي علينا بتفاصيلهم اللي هم انتيريور كولبوراثي posterior colpopineography ودي اللي هي vaginal repair. نعيد الاسماء عشان ادخل على النيوترالي. كان اول واحد اسمه ايه اللي هيسمعها؟ سيستوسيل. اسمها ايه؟ anterior colporaphy. تاني واحده posterior colpopineography anterior colporaphy posterior colpopineography. امال مع السكرة colpo sacro pixi او sacro colpo pixi. اخر واحده فاجينا ريبير قلنا هنا ممكن نثبتها في الساكرو ايه؟ سباين. طب يوتراين بقى، يوتراين برولابس اليوترس هو اللي واقع على حسب عمر العيال. فيري 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 اولد يعني عيالة اذا قلت لها تنامي اندر انستيزا الله يرحمها يبقى دي مش هتنام، يبقى دي سيرجيكالي انفيت. هنشوف نعملها ايه؟ طب اولد بس يعني ايه اولد بس؟ يعني تنام اندر انستيزا. كتاب الاسم كاتب يعني بيري مينيبوزال. ايه بيري مينيبوزال؟ حوالين سن المينيبوز او بوست مينيبوزال بس سيرجيكالي ايه بقى؟ فيت بعد سن الياس او حوالين سن الياس يبقى بيري مينيبوزال او بوست مينيبوزال. امال دي بقى يونج. انا عندي تلات احتمالات، لا اما فيري 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 اولد خلاص، لا اما اولد بس، لا اما ايه؟ يونج. نمسك اول واحده، واحدة عجوزة ومش هتنام اندر الاسيس، طب اعملها ايه؟ والبيسري بتقع ومش عارفة اجيب لها بتاع بره الجيل هورنز، هعمل ايه؟ شوف بقى هي عايزة الفاجينا في حاجة؟ دي واحدة لاسيكشوالي اكتف وخلاص دي في الاخر. طب اعمل ايه بقى عشان الناس تطلع الحاجات المدلدلة دي؟ شوف انا هعمل، هزق الحاجات دي لفوق وبعدين اندر لوكال انستيزيا هقطع حتة من الفاجينا قدامه من ورا والزقهم في بعض. إذا كنت عايز تلزق صوابعك في بعض أقول لك تعمل ايه النهاردة؟ تشيل حته من هنا، تشيل حته من هنا اندر لوكال انستيزيا وحطهم قدام بعض اسبوع بس، هتلاقيهم حته كيش واحد. اي رو سيرفيس بيعمل فيه ايه؟ يلزق. ادي الانتيرو فاجينا دول وادي البوستيرو، هقطع ريكتانجلر اريا من هنا
وريكتانجلر اريا من الاندر لوكال انسيز واقفلها، هل قفلتها كومبليتلي؟ لا. بص انا قفلت ايه؟ هقفل في النص بس اسيب خرم يمين وخرم شمال عشان تخرج ايه؟ ديتشارج. اسم العمليه تعريف الاسم بس بارشال يعني ايه؟ جزء. ما قفلتهاش كلها. كلبو فاجينا كلايسيسز او كلايسيس، مش حد يقول لي كلايسيس بالطرد خلاص اسمها ايه؟ بارشال كلبو كلايسيسز. كلايسيس يعني قفلت، قفلت الفاجينا بارشال اسمها ايه؟ بارشال كلبو كلايسيس. اسم العالم لو فورتس، رقم سمينها لو فورتس اوبريشن ال اي اف او ار تي ابوستروف اس اسمها لو فورتس اوبريشن. قفلت الفاجينا مش كلها، سبت اثنين لونجيتيودنال كده تراكس عشان يعدي ايه؟ ديستشارج. امال اذا كان الرحم بره في الشارع وربنا هينهيها لك اندر انستيزيا، ربنا بيقول لك خده فاجينال ديستراكتور. يعني ربنا مديك الرحم في الشارع، طب ما تاخده يعني حتى طالما هتنام اشيله، اسمها ودي العمليه الرابعه اللي عليه. ان انا هشيله من تحت، ودي جابها سلايد السنه اللي فاتت، اسمها فاجينال ديستراكتور. طيب هل هعمل فاجينال ديستراكتور بس؟ يعني انت شلت اليوترس هتلاقي الفاجينا خبرها ايه؟ مدلدله كده، عايز اصلحها. اكتب بلس فيشيال ريبير. اشطب لي بيلفيك فلور ريبير دي واكتب فيشيال ريبير. فاشي هصلحها. يبقى هعمل فاجينا ديستريكتور وهشوفها دلوقتي وفيشيال ايه؟ ريبير. اخر عمليه. هنشوفها لسه هقولها لك. فاشي بصلحها اسمها فاشيال ريبير. نيجي لليانجر. اذا كانت يانج بعمل عمليه اسمها ايه؟ عنق الرحم إيلونجيتد اسمها فاذر جل. مفيش حد يقول لي فاذر بالايه؟ ها؟ بتكتبها اف او تي اتش اي ار جل مش جل. هتقول له جل يقول لك جل بلوتو يبتدي يهزر. ها؟ يبقى فاذر جل زي جلوكوز جلوكوز، مفيش حاجه اسمها كده. فاذر جل اوبريشن او اسمها مانشستر اوبريشن. يبقى اسمها ايه تاني؟ ها؟ فاذر. ودي كانت العملية الوحيدة تحريري قبل كتاب الاسم الجديد. شطبها في الكتاب الجديد. اه والله مش موجودة ولا مذكور عنها غير انت هتعمل ايه؟ امبيوتيشن اوف ذا سيرت، هتضطره عشان طويل. هعمل فيه حاجة تانية وكده انا خلصت الاسماء. هتمسك عنق الرحم وتروح عامل ايه؟ دكتوره. طب وبعد كده؟ انا خايف الرحم يقع برضه. في ليجامنت كنا خدناها بالعرض، حد فاكر اسمه؟ الدكتورة بس راسي. ضغط على الـ في زرار بس واحد. لا لا تحت، لا راسك، لا ايوه ده بس. شكرا. بيقول لك ان هو في ليجمنت كده بالعرض اسمه ايه؟ ها؟ كاردينال ليجمنت. طيب هعمل فيه ايه؟ بص عامل زي كده. هاخده دكتور راسك والله كده. راسك نزل تحت كمان. كده ضلمت لنا القاعه ثانيه واحده. لا عليك ازاي كلها بسيطه، هجيب حد يعمل. افتح لي الانوار ظبطها لي ثانيه كده. خلاص واحد نور نص، واحد في النص. اني تكييف لفوق هنلعب بقى كده. انت اللي في النص مش منور، بس بس كده ورا طفل وغير ورا كده احسن. خلاص دكتور نبي انت اللي هتقولي الاسماء دي كلها. تعالى بقى يانج يقول لك اذا لقيت ان الجيتد هعمل ايه؟ ها؟ امبيوتيشن اوف ده سبب. واعمل ايه؟ كان في ليجامنت نفسي اقوله اسمه كاردينال. الكاردينال ده هروح قطع واثره. الكاردينال ده كان ماسك هنا في عنق الرحم. انا مقصره قوي هعمل ايه في عنق الرحم؟ طالما ماسك قدامي هشده لورا لانه جاي كده. اما اشد عنق الرحم يتكيف اليوترس على وشه. اسمه ايه الوضع ده اللي احنا خدناه؟ ايه بي اف. عشان يمنع موضوع اسمه ايه؟ رولات. يبقى انا بعمل ايه مع الفضل هنا؟ باخد مين؟ كاردينال اخيطه قدام مين؟ سيرفيس عشان اكفي اليوترس على وش. يبقى انا هكتب هنا هعمل ايه معاها؟ شورتنينج اوف ذا ماكل روز ليجامنت اللي هو الكاردينال ده تو انتي فيرتي مين؟ يوترس
اشطب لي بقى الناحيه الشمال اللي عندك مكتوبه دي للناس اللي معاها الورق. يبقى فاضل جيل حاجتين: amputation of the cervix والشورتنينج اوف ذا ميكل رودز تو انتي فيرت مين دايلت. ان بي اخيره وحد يقراهم لي. الشورتنينج هي الادفانس. الان بي دي بقى ايه؟ امتى اعمل فاجينال مش ريتار؟ حد يعرف يعني ايه كلمه مش؟ بتوع جراحه كان بيحط هنا شبكه عشان كان في هرنيا اسمها مش. انا دلوقتي لما العاده دي اعمل لها فاجينال ريتار ويقع تاني، هيقع تاني، يبقى اجيب شبكه عشان اقويه. يبقى فاجينال مش دي اف فاجينال اوبريشن حصل لها بعد كده ريكارنس، يعني اف ريكارنت افتر فاجينال اوبريشن. عيد اللي فايته حاجه وحد يقولهم لي. اول واحده سيستوسيل هتعملها انتيريور كولبورال ورا ريكتوسيل بوستيريور كولبو برينيال. طب سيستو ريكتو انتيريور كولبورافي بوستيريور كولبو اسمها كلاسيكال ريبر. امال الفولت والله اذا كان من تحت هثبته في الساكروسفاينس، اذا كان من فوق هثبته في السكرو اسمها ايه؟ كولبو سكرو بيكسي. اخر واحده اسمها فاجينال وبس، انا هظبط الحاجات من تحت. طيب يوتراين بروليبس اذا كانت يانج فاذر جيل اوبريشن اسمها مانشستر. طب اذا كانت اولد هعمل فاجينال استريكتو منساش فيشيال بيبر. امال اذا كانت فيري فيري اولد بارشال كولبو كلايسيسز ولوفورس اوبريشن. كاتب في السيس تو سي حاجه زياده اذا كان معاها ستريس انكونتنت. يعني نفترض ان العيان عندها سيس تو سي وفي ستريس انكونتنت، يعني الكح ينزل بول، اعمل ايه؟ هعمل عمليه من اثنين وهناخدها هناك بس عليك اساميها. كيلس سوتشرز دي غرز اقوي بيها الاسفنكتر اسمها كيلس كي اي دبل ال اي واي اسمها كيلس سوتشر. او اعمل تي او تي. ايه بقى الجيو دي مكتوبه جديده دي؟ تنشن اوبتيوريتور تيب بلايكيشن. بدخل بالتيب يعني شريط بالاوبتيوريتور فورامين واثبت المثانه عشان اقوي السفنكتر. يبقى اسمها ايه؟ تنشن اوبتيوريتور تيب بلايكيشن اسمها تي او تي. يبقى اذا كان ستريس انكونتنس هتزوده، دي مش مكتوبه، تي او تي تنشن اوبتيوريتور تيب بلايكيشن. مين عنده استعداد يقولهم بصوت عالي كده ومكتوبين قدامك؟ انا مش هشيل حاجه. انا خدها ده هتدخل من اوبتيوريتور فورمين بشريط كده من ناحيتين ترفع مين؟ المسامع عشان ما الكحه ما ينزلش ايه؟ قول اسمها تنشن اوبتيوريتور تيب بلايكيشن. حد جدع يقولهم خد صوت عالي. سيستو سيل طيب ريكتو سيل طيب سيستو ريكتو سيل تمام فولت ابدومينال تمام. نيجي على دي اذا كان السيرجيكال انفيت وفيري اولد لايس او لو فورس اسمها لو فورس اوبريشن. طيب اذا كان الونجيتد ويانج لا مش جيد جلد باك جلد اوبريشن اسمها مانشستر اوبريشن. في ورقه معاكم، الورقه اللي معاكم دي هنكتب الاربع عمليات دي، اكتبها بايديك وانا بفرجك على الايه وابتدي عليها تحرير السند ان شاء الله. اول مره اكتبهم كمان اللي هي اوبريشنز الاربعه اللي هم مين؟ انتيرو كولبورد انتيرو كولبورنيورفي والانتيوسي، وهناخد في الاخر الفاجينا. قبل ما افرجك هتعمل جدول في الورقه الفاضيه دي وكل يكتب، اللي مش هيكتب هوقفه. اللي مش هيكتب هيوقف. بقول لكم معاكم اللي ما معهوش قلم يستلم. اللي شاف اللي جنبه ما بيكتبش يقول لي بس، يعني يقول لي ودي له جايزه. اللي شاف اللي جنبي ما بتكتبش؟ لا ورقه وقلم حضرتك ما فيش ملاش. كله هيكتب. هدي له جايزه والتاني يوقف. انت معاك ورقه وقلم؟ طيب. هتعمل لي جدول كده بين ثلاث عمليات. العرض بالطول مش فارق. هتحط لي هنا اول عمليه انتيريور كولبورافي. الجدول ده عشان يخلص لك الثلاثه في جدول واحد.
انتير الكل فورم ثانيه لحد ما بيكتبش posterior colpo preniorus posterior colpo preniorus انتيروس سي شفوي طبعا مهمين واحتمال تحليلي كمان انتيرو كوربورتي بوستيرو كولبو بريورتي وانتيرو سي عناوين الجدول ايه؟ طلع ان في كلمه اسمها انسجن يعني ايه انسجن؟ هفتح بالمشط هنا غير هنا غير هنا بس في عنوان ثابت اسمه ايه؟ انسجن يبقى اول عنوان في الجدول انسجن تاني خطوه بعد ما تعمل انسجن هتسلك اسمها ايه؟ ديس سكشن هنعرف بين ايه؟ هنا غير هنا غير هنا بس عنوان ثابت اسمه ايه؟ ديس سكشن لا 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 خالص اجيب لك ورق ما نظرش عايز تقف طيب في حد معاه ورقه فاضيه زياده عن 40 مليون واحد بيديك ورق اهو ادي ورقه جبنا لك ورق خد اكتب في دي يلا ورقة مسطرة كده شكرا شكرا طيب في حد تاني ما معهوش والله لو وقف طيب تعالى بقى بعد السكشن سبورت يعني ايه سبورت؟ هعمل حاجة علشان الكولابس ما يرجعش تاني يبقى رقم ثلاثة سبورت كنت عايز ورقة فاضية ما كانتش بيكتب فجابوا له ورقة بعد السبورت اخر خانه ثابته في كله ريموفال اوف اكسس فاجينا ريموفال اوف يعني الفاجينا الزياده المدلدله دي هقطعها ريموفال اند ريبير ودي هنا وهنا وهنا ثابته يبقى انت كل مره بتغير اول ثلاثه بس واخر خطوه ثابته اللي هي ريموفال اوف اكسس فاجينا اند ريبير عايز تاني الجدول عشان كله يكتب اول ما ابتدي افرجك هتبقى لي دول anterior corporeal posterior corporeal anterior c قلنا اول حاجه incision في دول مختلف هنشوفهم بايه بالصور dissection بين حاجتين support عشان ما يحصلش ايه recurrence اخر حاجه بشيل الاكسس فاجينا واعمل ايه repair قبل ما تبتدوا تتفرجوا ركزوا بس معايا فرق في ده ما عندنا دلوقتي نفترض ده انتيرو فاجينا عشان تتخيل الصور بتاعتك عامله ازاي ده يوترس وده الانتيرو فاجينا في هنا مثانه ولا لا بلد انا دلوقتي لما امسك عنق راحه في العمليه واشده وانا بشده لتحت وانا بشده كده بيحصل ايه في الفاجينا شايفين تتقلب كده ومعاها مين دي بلادر يعني انت قصدك تقول لما تقلبها كده وافتح هنا هلاقي تحتها مين بلادر هو ده اللي عايزك تتخيله تاني ادي العيانه كده هي كده جوه انا همسك الفاجينا دلوقتي واروح قلبها كده التو فاجينال وولز هيحصل فيهم ايه انا هشد على عنق الرحم الانتيرو فاجينا وول هيقلب ومعاه مين البلادر اما اجي افتح هلاقي مين في وشي بلادر مش متخيل بص ايديا دي انتيريور ودي بلادر وول اما امسك عنق الرحم واشد كده بص ايه اللي هيحصل بتقلب اما افتح الفاجينال وول ده هلاقي مين وراها لا يبقى كل الصور اللي هعملها هفتح الفاجينا الاولى الاقي تحتها مين هتشوفها؟ بلادر. نتفرج بقى اهو. اربع خطوات في كل واحده. هكبر لك الصورة دي دلوقتي انت بتعمل ايه؟
ده عنق الرحم، ركز في الرسم. فاكر لما شديته كان مين اتقلبت معانا؟ الفاجينا. يعني كده اليوريترا بتاعت العيانه لما قلبته افتح الفاجينا هلاقي تحتها مين؟ بلدة. يبقى هنا هعمل اول انسيجن، لو اول خانه انتيرو كولبار. بص بقى، هاخد انسيجن كده فوق عنق الرحم، مش عنق الرحم، انسيجن انفيرتد تي. يعني دلوقتي انا همشي بالعرض وبعد كده امسك المقص وامشي بالطول. يبقى نكتب انفيرتد تي ان ذا انتيرور فاجينال وول. يبقى الانسيجن انفيرتد تي ان ذا انتيرور فاجينال وول. هتشوفه دلوقتي وهكمله. يبقى انا مشيت بالعرض كده وفيرتيكال لمب كده. شوف دلوقتي بالمقص اهي، لو عملت ايه هنا؟ فاكر لما كنت ماشي بالعرض وكده ماشي هنا تحتي مين قلت؟ اهي هي دي البلادر. همسك شاشه وافرق بين مين ومين؟ ديسكشن، بين البلادر وانتيرو فاجينال وول. يبقى تاني خطوه ديسكشن بتوين، الرسمه فكر ديسكشن بتوين بلادر اند ذا انتيرو فاجينال وول. ديسكشن بتوين بلادر اند ذا انتيرو فاجينال وول. يبقى دي تاني خطوه. شوف بيسلك اكتر اهو اهي، شايف بيعمل ايه؟ بيزق مين دي؟ بلادر، وبيفك. طب انا خايف دي تقع تاني، ما هي المشكله اللي كانت واقعه، هعمل ايه؟ في فاشيه بين دول اسمها فازايكو، مش ده بلادر؟ فاجينال فاشيه. هدخل دلوقتي تمرينتي، هتشوف هدخل هنا وادخل هنا وادخل هنا واروح راجل وكده 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 واربط. انا لما اربط الجزء ده هل دي تقع تاني؟ يبقى انا هربط ايه اهو قدامك؟ اهو شايف الخيط؟ دخلت من هنا 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 وربطت هنا هنا، بربط انهي فاشيه اسمها؟ فازايكو. يبقى السبورت ايه عشان ما يحصلش ريكرنس؟ سوتشرنج اوف فازايكو فاجينال فاشيا. يبقى نكتب السبورت سوتشرنج اوف فازايكو فاجينال فاشيا. في الاخر بعمل ايه؟ حد فاكر؟ خطوه ثابته، اشيل الزياده بتاعت الفاجينا واروح اقفل مين؟ الفاجينا. يبقى ايه اخر خطوه ثابته في كل؟ اتفرج على تاني واحده، posterior colbora colpopriniorum. يعني ايه دي بقى الثانيه؟ دي عينه ناني مفاضع اسمه الايسوتومي، وده مين؟ اليوريترا، ودي الفاجينا. ده انهي هو؟ posterior. ده البرينيال سكين، دي الانس. انا دلوقتي هعمل مش في ريكتوسيل، هفتح هنا ده ترانسفيرس انسيجن بين مين ومين؟ فاجينا اند سكين. يبقى نكتب اول حاجه ترانسفيرس انسيجن. يبقى تاني عمليه ترانسفيرس انسيجن اهو، ادى ميوكو كوتينيا جانكشن. مش ده اسمه ميوكو كوتينياس؟ ميوكو كوتينيا جانكشن بتوين مين ومين؟ بتوين فاجينا اند سكين. تاني ترانسفيرس انسيجن ادى ميوكو كوتينيا جانكشن. ما تكتبش كده؟ قول والله. طيب at the mucocutaneous junction between vagina and skin. طب بعد ما اعمل الحركه دي، بص اهو الخطوه اللي بعدها، حد يقول لي ورا البوستيرور فاجينا اقول مين ده؟ ريكتم. يبقى هعمل ديسكشن بين مين ومين؟ انت بتقول between rectum and vagina. يبقى الديسكشن تاني خطوه between rectum and، كده ما انساش، يبقى عندي اربع خطوات ثابتين. يبقى ديسكشن between rectum and vagina عند بوستيرو فاجينا الاول. هقعد اسلك اهو، فاكر كتبتي؟ هقعد اسلك اهو، يبقى ديسكشن بتوين ها فاجينا بوستيرو فاجينا الاول اند ريكتم. الريكتم كل شويه اسلك اهو بالشاشه. طب انا خايف الريكتم يقع، في عضله شهيره عامله يو شيبت كانت حوالين الريكتم، حد يعرفها؟ اسمها بيوبو ريكتاليس، اللي هي تبع البيوبو بوكسيشيس. عامل اذا انا خدت اليو شيبت خيطت قدامها هنا، هل ده يقع؟ هوريها لك اهي، العضله اهي هذه العضله اليو شيب اللي لفه حوالين مين؟ انا هاخد الجزء ده مع الجزء ده وقت، الجزء ده مع الجزء ده وقت، هل ده يقع؟ يبقى السبورت بتاعها ايه؟ سوتشرنج اوف ذا ليفيتوري ناين. انهي جزء؟ بيوريكتالز. يبقى سوتشرنج اوف ليفيتوري ناين بين قوسين بيوبو ريكتالز. كتاب الاسم كاتب بيوبو كوكسيجيلس. رد. ما هي هي، ده انت ما حددتش انها بيوبو ايه؟ يعني بيوبو كوكسيجيلس دي بيوبو ريكتالز جزء منها. انا بربط بيوبو ريكتالز بالظبط. دكتور ماجد عندنا في اسمنا يقول لك انهي جزء بيتربط؟
هتقول البيوبوريكتالس اوف بيوبو كوكسيجينس عشان رايح اسم ايه؟ كتاب الاسم. يبقى بيوبوريكتالس اوف بيوبو كوكسيجينس. ده السبورت في الاخر بقى منين؟ الفاجينا وروح ايه؟ مخرج. نيجي لاخر عمليه. اللي هي انتيرو سيل. العانه دي اللي هي مقطعه اسمه ايه؟ لايزوتوم. احط اله هنا وارفع الانتيرو فاجينا لول عشان مين ينزل لي؟ البوستيرو. شوف الرسمه اللي بعديها اهي. الانتيرو سيل ده ورا ولا قدام؟ ورا. يبقى انا حطيت اله عملت ايه في الانتيرو فاجينا لول؟ رفعها عشان مين اللي ينزل لي وقت العمليه؟ الانتيرو سيل اهو. ده كيس دوجلاس باوش وجواه ايه؟ انت اسمع. سؤال بقى هتعمل ايه؟ فيرتيكال انسيجن. فيرتيكال انسيجن في انهي هول؟ اهو فيرتيكال انسيجن في الابر بارت اوف بوستيرو فاجينال هول. يبقى نكتب بقى فيرتيكال انسيجن ان ابر بارت اوف بوستيرو فاجينال هول. هنا ادي الفيرتيكال انسيجن اهو في الابر بارت اوف ذا بوستيرو فاجينال هول. هتسلك بين ايه وايه؟ هتقول لي بين ايه وايه هنا؟ بين الفاجينال وول والهيرنيا الساك اللي فيها الانتست. يبقى دي السكشن بتوين فاجينال وول اند هيرنيال ساك. يبقى دي السكشن بتوين فاجينال وول اند هيرنيال ساك اللي هو دوبلس باوتش. يبقى انا هسلك بين الاثنين دول. بس في مصيبه هتقابلني دلوقتي. اذا انت مسكت قالك كده هتعرف اللي حصل؟ مش في انتست هنا؟ يعني هشيل ده ازاي؟ يبقى لازم اعمل حركه بقى. دي هنكتبها في الديسكشن بس بعد ما اوريها لك. هفتح ده اللي هو مين؟ ساك. واحط صباعي اعمل ايه في الانتستين؟ ازق. واما ازقها اروح حاطط اله واشيل الزياده بتاعت الساك اهي. ادي الخطوه اللي احنا هنعملها اهي. عمل ايه سيادته؟ اهو فتح ايه؟ ساك. حط صباعه بيعمل ايه؟ بيزقها عشان بعد كده يروح ماسك الساك الزياده ويرميه. اكتبها ازاي دي في الديسكشن؟ opening of hernia sac في عنوان dissection. opening of hernia sac. opening of hernia sac في عنوان dissection. بقول لسه ما رحناش support ها في عنوان dissection. هنعمل ايه؟ opening of hernia sac push the contents by fingers. push the contents by fingers. وبعدين excision of excess hernia sac. push the contents by finger and excision of excess hernia sac. بص هشيله ازاي اهو. بقيت شيل. شو بعد ما زقيت عملت ايه؟ قطع. خايف يقع تاني. ده في ليجامنت شهير حد يعرفه بين اليوترس والسكرم كان اسمه يوترو سكرم. هعمل ايه؟ مش يوترو سكرم ده بين دوجلاس باوش؟ طب ازاي قفلته كده؟ عمر ما تقع تاني. هوريه لك في الرسمه اللي جايه. اليوترو سيكرال ليجامنت اهو. ادي اليوترو سيكرال ليجامنت. ده واحد يمين وواحد يمين. اذا انا قفلت ده مع ده هل الهرنيا تقع تاني؟ يبقى انا هصوت شهر ده هتشوفوه فوق. هوريه لك دلوقتي اهو. السبورت اهو. قفلت التو يوترو سيكرال. هل ده يقع تاني؟ يبقى نكتب بقى السبورت ايه؟ سوتشرنج اوف ذا يوترو سيكرال ليجامنت. سوتشرنج اوف ذا يوترو سيكرال. اخر خطوه كانت ايه؟ اقطع الزياده واعمل ايه؟ ريبر. كده عمرك ما تتلخبط في الامتحان. هما الثلاث عناوين انسيجن ديسكشن وسبورت واخر حاجه بشيل الزياده وارميها. نعم. ما هو دوجلاس باوش ادي اليوترو سيكرال الاثنين بينهم دوجلاس باوش. اذا انا قفلت كده هل الانتستين تقع اخر عمليه بقى اسمها فاجينا هيستريكت. واكتب لي جايه ده الكتاب الاسم السنه دي اول مره يكتبها. دي اخر حاجه هنكتبها. واكتب لي جايه السنه دي ان شاء الله فاجينا هيستريكتومي. بس قبل ما نبتديها هترسم لي رسمه. انا هرسمها معاك عشان اتخيل انا هعمل ايه. انا هرسمها في الحته البيضه دي لان مش كل الناس حضرت بدايه الاناتومي اهو. هترسم لي يوترس عامل كده وسيرفكس وفاجينا. انا حاسس ان دلوقتي مش هعرف ازاي هشيل اليوترس من تحت. يبقى انت هترسم لي يوترس وسيرفكس وفاجينا. انا ماشي معاك خطوه خطوه.
بعد كده تطلع لي ليجامنت كده وكده، ده اسمه ايه ده؟ رايح للسكرم، اسمه يوتوروفا سيجما، ده دوجلاس باوشر. يبقى انا كنت قفلت الاثنين، حصل في دوجلاس باوشر ده، يبقى انا هاخد يوترو سكرا اليمين ويوترو سكرا الشمال اهو، ده يوترو سكرا اليمين وده يوترو سكرا الشمال. مش لازم الرسمة حلوة، هطلع التيوب لورا اهي، واخرها مين ده؟ اوفري. يعني دايما بيبقى دوجلاس باوش تحتيه، يبقى التيوب لورا كده هي والاوفري، ادي التيوب والاوفري. في حد يعرف ليجامنت جاي من التيوب رايح للعظم بتاع الحوض كده ليه اسم؟ جاي من الانفانديجولا بيسموه ايه؟ اهو ليجامنت اهو هرسمه، اسمه انفانديبيلو بلفيك ليجامنت. يبقى في ليجامنت جاي من التيوب رايح لعظم الحوض اسمه انفانديبيلو بلفيك ليجامنت، جاي من الانفانديبيلو اللي هو القمع بتاع التيوب، فاسموه انفانديبيلو ماشي في ارتري في منتهى الاهميه، اوفاريان ارتري. يبقى ماشي في ارتري اسمه اوفاريان ارتري، الابره الاحمر ده اوفاريان ارتري. ناقص لي ليجامنت واحد وابتدي اعمل عمليه. في ليجامنت جاي من هنا رايح لعظم الحوض العرض كده، فاكره؟ كاردينال اهو، هرسمه ازاي اهو؟ جاي من هنا رايح، يعني هو جاي كده رايح لعظم الحوض اهو للوايت لاين، اسمه ايه ده؟ كاردينال اللي هو الماكل رودز، كان بيمشي جواه ارتري تورتشوس اهو، يمشي جنب الرحم يمشي جواه، اسمه ايه ده؟ يوتراين ارتري كده. يبقى انا رسمت الرسمه اللي هعمل فيها فشل عشان اتخيلها، مكتوبه كتاب الاسم كامله، يبقى لازم تكون انت شايف ولا شفتها ولا سبيرت، فلازم تعرف ايه اللي هتعمله. يبقى هترسم لي ده كاردينال وتمشي لي جه يوتراين ارتري كده. يبقى انت رسمت يوترس وسيرفس وفاجينا، يوترو ايه؟ سيكر تيوب اوفر انفانديبلو بلفيك، وده مين؟ الاوفاريوم، وده اسمه كاردينال وماشي عليه مين؟ اليوتراين. الفكره عشان اشيل الرحم قدامك لازم امسك اربع حاجات. عشان اقدر اشيل الرحم ده خالص من العيانه همسك تو ليجامنتس، حد يعرفهم؟ مين دول؟ اللي هو يوترو سيكرال ده واحد والكاردينال. يبقى علشان اشيل الرحم لازم احط التين كده واقطع بينهم، هتشوف دلوقتي التين كده، يبقى انا هشيل اليوترو سيكرال عشان اقدر اشيله وحط الكاردينال. في تو ارتز لازم اقفلهم، لازم ده يبقى امسك انهي ليجامنت؟ يبقى رقم 3 الاوفاريان ارتري، رقم 4 اليوتراين ارتري، لازم امسكهم بآلة كده عشان اقدر اشيل اليوترس. يبقى اذا سالك انهي ليجامنت تمسكه؟ كاردينال ويوتروسيكر. انهي ارتريز همسكهم؟ اوفاريان ومين؟ ويوتراين ارتري. اوفاريان ويوتراين ارتري. دلوقتي هنشوف بقى الستبس هتتبع لك، خلاص عرفنا هنمسك مين ده؟ كاردينال ومين ده؟ يوتروسيكر. وهنمسك ده مين؟ يوتراين ومين؟ والاوفاريان ماشي في ليجامنت اسمه انفانديبلو بلفيك. قبل ما ابتدي العمليه بس عشان نشوف الصور عشان تفهم، العينه نايمه كده والرحم خارج منها، خليني هاجي بمشرط اقطع كده سيركمفرنشال، دي بدايتي عشان اقدر ادخل اليوترس. هدخله ازاي؟ اذا فتحت الفشانة بتاعتها بمشرط ولا لا؟ هشوف بقى الصور اوضح، هنتفرج عليها بقى. اكتب لي بقى ستيبس اوف فاجينال استراكتور، مكتوبه كتاب الاسم كانها تيجي بتاع الدكتوراه اصلا، اول سنه تيجي السؤال ده، جايب لكم صور تقرب المعلومه اهي. اول خطوه اهي، يبقى نكتب اول خطوه مش دعوه الرحم، همسك مشرط واعمل ايه قلت؟ يبقى واحد circumferential incision around the cervix، دور واحد steps ايه؟ اه نكتب، انا عارف circumferential، يبقى نكتب هنا رقم واحد circumferential incision around the cervix فين؟ at the junction، at the junction.
between cervix and the vagina اللي هو الحته دي يعني ادي السيرفكس وادي الفاجينا اروح فاتح فيهم يبقى at the junction between the cervix and the vagina. طيب بعد ما سيادتك عملت الحركه دي عايز اشوف الرحم لازم اسلك بين مين دي؟ الفاجينا والفاشل وورا برضه بين الفاجينا والفاشل هشوف يعني هدخل تاني خطوه اهو كده انا بسلك فين؟ قدام بين مين دي؟ الفاجينا والفاشل اهو بقطع الفاشل وورا بص بس هي خطوه واحده اهي عملت ايه في عنق الرحم المتخيلين؟ رفعته لفوق وسلكت ورا ولا لا؟ يبقى تاني خطوه بقى ديسكشن ديسكشن of anterior and posterior vaginal wall this section of anterior and posterior حضرتك ما بتكتبش اكيد هتكتب وانت عامل لي كده ده اليوم يبقى this section of anterior and posterior vaginal wall from surrounding fascia from surrounding fascia بعد ما اعمل الكلام ده خلاص انا عريت خلاص اليوترس في ليجامنت في الجناب هنا مين؟ ماكروت وفي ورا واحد اسمه يوترو سيكت شوف هنعمل ايه اهو رقم 3 كده مسك مين؟ ده مين؟ ده الماكروت خلاص جنب مش هو ماشي في الجناب كده وهيمسك مين ورا قلنا؟ يبقى رقم 3 كلامبنج كلامبنج يعني بجيب تو كلامب واقطع بينهم كلامبنج سي ال اي ام بي اي ان جي clamping of cardinal ligament clamping C L A M P I N G clamping of cardinal ligament and uterosacral ligament and uterosacral ligament شوف اهو قطع اهو وربط يعني كده ده قطع ده اتساب جوه العيان الرحم ده هيقع خلاص نيجي الارتري ده اسمه ايه؟ يوتراين ارتري فاكرينه؟ هعمل بقى رقم 4 clamping of uterine artery واحد تاني uterine artery واللي فوق اللي اسمه ovarian artery اللي هوريهولك دلوقتي يبقى clamping of uterine artery clamping of uterine artery and ovarian artery كان ماشي في ليجامنت اسمه اهو انفانديبل وبلفيك ليجامنت هو ده يعني انا بعد ما شلت ده هشد واروح ضاغط على الانفانديبل وبلفيك عشان اقفل مين يبقى بين قوسين ديفيجن اوف انفانديبل وبلفيك ليجامنت ديفيجن يعني هقطع الانفانديبل وبلفيك ليجامنت يبقى الاوفاري ارتي ده ازاي ديفيجن اوف انفانديبل وبلفيك ليجامنت افتكر بعد ما قطعت كل ده هيحصل ايه زين ريموفال اوف ذا يوترس زين ريموفال اوف ذا يوترس في مشكلة هتحصل دلوقتي حد يعرفها؟ سيادتك شلت الرحم ونسيت تعمل مصيبة نسيت تخيط مع مين؟ مع الفولت افتكر الخطوة اللي جاية هعمل ايه؟ مش في هنا بقية كاردينال وبقية يوتروسيكرال امسكهم في الفاجينال فولت يبقى رقم 5 بلايكيشن افتر ريموفال اوف ذا يوترس بعمل ايه؟ بلايكيشن of cardinal and uterosacral ligament to vaginal fold cardinal and uterosacral ligament to vaginal fold سيادتك عملت كل ده الفاجينا مدلدله هتروح اعمل كلاسيكال ريبير فاكرها anterior colporaphy posterior يبقى رقم 6 بقى كلاسيكال ريبير على فكرة ابتدي عليها تحريري مكتوبة في كتاب الاسم زي الخطوات اللي بتتعمل بالظبط. عيدها تاني وتركز معايا في الورق، نعم. ليه؟ مالها؟ ما احنا قطعنا الانفانديبل بيلفيك مش هي ماسكة بالانفانديبل بيلفيك للايه؟ للعنق. لما اقطع الانفانديبل بيلفيك التيوب اتشالت. اوكي؟ انا بشيل التيوب فاهمين؟ وبشيل الاوفرز. فانا بروح حاطط على الانفانديبل بيلفيك ليجامنت فاكرني شلت وسبت لها هنشوف الخطوات وركز معايا في المكتوب اهو. قلنا اول خطوه ايه اللي فاكر؟
circumferential incision. بعد كده سلك بين ايه وايه؟ بين الانتير والبوستير والفاشيا. بعد كده همسك تو ليجمنتس اللي هما كاردينال ويوتروسيكال. بعد كده امسك تو فيسلز اللي هما يوتراين واوفارين. بعد ما شلت الرحم سيادتك يا ريت تمسك الكاردينال وتمسك اليوتروسيكال مع الفولت وتعمل في اخرها كلاسيكال ايه؟ ريبر. تبقى عليها تحريري طبعا مهمه جدا. بالنسبه لبتوع الاطفال هتبقى دي اخر حصه ليهم. هيبتدوا معانا يوم الاثنين بعد امتحان الاطفال. هنبتدي قبل اجازه نص السنه، في اسبوعين قبل اجازه نص السنه، تمام؟ فده هنجري فيهم شويه، هيتعادل اللي فات، واحنا هقول لكم مواعيده، بس هي القصه ان هنبتدي يوم الاثنين الساعه 12 الظهر بعد امتحان الاطفال، انا خلصت النهارده، يوم الاثنين سيادتكم هتبقوا هنا الساعه 12، هجيب معاك المذكره دي وهنبتدي واحده ثانيه، ان شاء الله يوم الاثنين، النساء عندهم بكره 7 و12 امتحان في الكونتراكت والبلبس والكونتراكت.